Gak ada, kami apa namanya? Kita kekurangan reviewer di sana sebenarnya. يعني ما ما عندكوش الهبيت في اندونيسيا. Enggak ada habit itu, enggak ada kayaknya. Mau cari, تمام. Di sini aja. طب بالنسبه لللايفات ما فيش حد عندكم بيطلع يقول ولا مساء الزنجبيل والقرفه والكلام من ده ولا ما كاينه ده tapi cuma orang gila aja yang di sana اسمعوش عنه تمام طب بالنسبه بقى عندكم في اندونيسيا الليكويد بقى ها عندكم فص مانجا فص عويس لا عندنا فسين عويس فسين عويس فسين عويس عندكم ايه فسين عويس طب انا هاخد الراجل ده منك بس كده هاخد كل اللي معايا طبعا يا وندا يا وندا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم الهبيد حيث نعبد من جديد النهاردة يا جماعة معنا حلقة غير عادية حلقة جايلنا من الاندونيسيا معنا لاين فليفر ستيشن لاين فليفر ستيشن زي ما احنا قلنا لكم لاين جاي من اندونيسيا مش معمول هنا في مصر وموجود منه دي ال فقط هنعرف اكتر عن المنتج اللي معانا بس نعدي على الفقره الاولى بتاعتنا وهي نشره الاخبار بينا على استوديو الاخبار اهلا بكم في اهم الانباء مادنز يصدم جمهوره ببوست على الفيسبوك بانفصاله عن الدي بي ام وان ده هيكون اخر ايفنت ليه معاهم ما نعرفش سبب الانفصال ده ايه بس نتمنى ان يكون خير لاين جيمس من كلاود فيبر كو نزل بفليفر جديد او زي ما اطلق عليه المرحلة الجديدة فليفر اوريجينال اللي هو سموك دي كاسترد انتشار قوي للبهز دي اي واي والريسبس بتاعته عاملة قلبان في سوق الدي اي واي عودة مادنز للدي في ام الحمد لله على السلامة يا راجل طولت الغيبة والله ودي كانت نهاية نشرة اخبار النهاردة نرجع للاستوديو تاني نيجي بقى للمنتج اللي معانا النهاردة وزي ما قلنا المنتج اللي معانا النهاردة فليفر ستيشن لاين فليفر ستيشن بالنسبة لي كان يعني كتوتال تقدر تقول اوت اوف ذا بوكس يعني حاجة كده بره الصندوق وخصوصا بالنسبه للسوق المصري لانه يعتبر لاين بريميوم بسعر مصري ومش لاين بريميوم عشان خاطر جوده المنتج فقط لا لان يا صديقي الليكويد ده تم طبخه في اندونيسيا يعني من الاخر هو على ايد طباخين محترفين في الليكويد بحكم ان احنا كلنا جربنا البريميوم فمطلعين حاجه كده حاجه فجره بالنسبه لللاين اصحاب اللاين ليهم باع طويل في السوق ومعروفين بجوده شغلهم قوي وهم ميراج فيبرز كفايه بقى مقدمات وتعالوا نروح للمنتج نفسه احنا معانا يا صديقي خمس فليفرات والخمسه دي ال بس الخمسه دول متقسمين لقسمين هنيجي للقسم الاول يا صديقي واول حاجه وهي عنبه عنبه بقى دي ايه حاجه فوق على المريخ هي عنب بس الطعم اللي انت هتستقبله مش هيوحي ليك ان هو عنب عادي لا هو عنب حلو قوي قوي ومختلف عن اي عنب انا دقته في السوق لحد دلوقتي تاني حاجة معانا في القسم ده وهي البلو ماجيك وهي يا صديقي اسم على مسمى حاجة كده سحرية ودي بقى ايه مربى بلو بيري عليها زبدة تحس كده ان انت بتاكل مربى التوت ومعاها دسامة الزبدة حاجة كده من الاخر لكجري عارف كده حاجة ملوكي ندخل بقى على القسم التاني وهي ملحمة المانجا انا ليه قلت عليها ملحمة المانجا لان مفيش لاين دي ال غيره بيحط رسبعات المانجا بتاعته فاحنا دقنا تقريبا المانجا اللي ممكن تتعمل كلها بس هنا انا اتصدمت لاني ما كنتش متخيل ان في مانجا تتعمل اوت اوف ذا بوكس احنا معانا 3 فليفرات مانجا خلينا ندق اول واحده ما بينهم اول حاجه معانا يا جماعه في المانجا وهي الفصين عويس عارف يا صديقي حلاوه الليكويد المانجا اللي مفيش حد يعني بيشرب دي اللي غير وجربه مره اهو انت بقى ايه يعني الاحساس الحلو اللي جالك اول مره شربت فيها مانجا الاحساس ده اضربه في 2 ايه اضربه في 4 ولا خليها 2 عشان احنا في الصين المانجا اللي هنا هي مانجا غير عاديه لان من الاخر هي ولا بونبوني ولا كاشمان ولا اي مانجا احنا سمعنا عليها او مشهوره في مصر لا هي حاجه او مانجا احنا اول مره نشربها حرفيا الكرو كله متجنن بيها اللاين هنا عشان عارف ان المانجا بتاعته قويه جدا ودي شهاده مش مننا لا دي شهاده هتبقى من كل اليوزر فعمل فصين ايس يعني عامل المانجا فصين وايس يعني انت عندك الايس وعندك كمان العاديه يعني ايه الحلاوه دي سيبك بقى من فصين عويس وثلاث فصوص والكلام من ده والساع والعادي
الإزازة اللي معانا دلوقتي هي اكتشاف، لأن الإزازة دي بالنسبة لي هي ليفل الوحش في المانجا. إنها فص الزبدية يا سادة. باختصار فص الزبدية هي حاجة خارج التصنيف. بص من الآخر كده، عارف ليالي الصيف لما بتبقى نازل كده وجايب لك كيلو مانجا زبدية وتطلع تفتح المانجاية كده بعد ما بتسقعها وتفضل تنهش فيها؟ نفس الإحساس حرفيا، بس انت بقى ماسك المانجاية دي وقاعد تضغطها جوه الإزازة. الإزازة دي يا جماعة هي أفضل مانجا في 22، وأنا عارف إنها تفضل ماسكة نفسها لأفضل مانجا في خلال سنة 22 على مدار السنة كلها. أنا ما قابلت زيها حرفيا. أنت بتاكل مانجا، بتنهش مانجا لدرجة إن أنا يعني من كتر ما بدوقها خايف إن أنا أتسمم. بس معانا واحد متخلف في الكرو قاعد يشرب بينا لحد لما فعلا كان هيتسمم. يا غبي، شكرا يا حمار. بص يا صديقي، العادة بتاعتنا في البرنامج ان احنا بننصحكوا بالعيوب والمميزات عشان تبقى عارف انت نازل تجيب ايه. بس هنا بقى الموضوع احنا مش لاقيين له عيب، يعني بنحفرك عشان نلاقي عيب ومش لاقيين حرفيا، لدرجة ان احنا خدنا الموضوع تحدي مع نفسنا ان احنا نطلع في الخمس زجاجات بتوع فليفر ستيشن اي عيب، بس برضو مش قادرين نطلعه. عشان كده احنا عاملين تحدي بيننا وبين اليوزر ان احنا في يوم 4 فبراير في المطورين ان اليوزر احنا عايزينه يطلع عيب. احنا هنبقى موجودين عندنا كذا تحدي يومها، وهستناكم في التحدي ده بالذات ان انا هلم اليوزر. انا عايزكم تطلعوا عيب في اللي احنا بنتكلم فيه ده، عايز يطلع عيب. انا بدور، انا مش لاقي عيب حرفيا. لو هنمشي بمبدا ان يعني احنا بنتلكك وبنطلع عيوب، فاللاين مزعل الام تي ال، الناس الام تي ال الحلوين اللاين مزعلهم. بس بيني وبينكم يعني قريب هينزل منه ام تي ال، لان بصراحه كده ما ينفعش العظمه دي ما يكونش فيها ام تي ال. واستنوا اول اطلاق للام تي ال هيبقى عندنا هنا في البرنامج. ها، ايه رايك بقى؟ تعالوا بقى نروح لمسابقتنا النهارده. المسابقه بتاعتنا النهارده مختلفه، ومختلفه ليه؟ عشان هي متقسمه لثلاث اقسام. اول قسم منهم وهو القسم المعتاد، اللايك والشير والمنشن لاربعه من صحابك، في 10 منهم هيكسبوا زجاجه من اختيارهم. نيجي بقى للقسم الثاني، اول 10 هينزلوا سيلفي مع ميداليه الهبيد ليهم زجاجتين، زجاجه من القسم الاولاني اللي هو العنب او البلو ماجيك، وزجاجه من ملحمه المانجا. نيجي بقى للقسم الثالث يا صديقي، في 30 زجاجه هيتوزعوا خلال ايفنت المطورين. هيتوزعوا ازاي بقى ال 30 دول؟ خلال اسئله، توزيع عشوائي، مسابقات. اما تيجي هتشوف يا صديقي، مستنيك 4 فبراير في المطورين. ودي كانت كل حاجة النهاردة في حلقتنا. ما تنساش تعمل لنا لايك على الفيسبوك وسبسكرايب على اليوتيوب، واعمل لايك برضه على اليوتيوب، يعني مش حاجة وحشة. واشوفكم الاسبوع الجاي في حلقة جديدة وهبدة سعيدة، وكان معكم الهبيد يهبد حيثما شاء وقتما شاء اينما شاء. هو هوندا خد الراجل اللي معاه وراح فين؟ يا هوندا انت يا محمد يا يونج يا شريف، خد يلا.